الحرب حدث قاتل برؤوس متعددة، مرة يتصارع مع الحضارة فيراهن على محوها، ومرة يستهدف الوجود الإنساني فيراهن على إزالته. وقد يتجاوز العنف كل هذه الأهداف ليجمعها في تنظيم عدمي مثله تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي هيمن لأكثر من عامين على نينوى واحتجز جموعا كثيرة من أهالي المدينة. وفي تشرين الثاني أكتوبر من عام 2016 بدأت عمليات القوات المسلحة العراقية لاستعادة مدينة الموصل. الاستعادة تعني تحرير الأرض والناس، وتعني استخدام القوة لطرد عناصر التنظيم أو قتلهم الذين لم يتورعوا أبدا عن استخدام الناس والممتلكات العامة والخاصة كدروع لهم. وانتهت المعركة بكلفة عالية، وحرر الجانب الأيسر من المدينة، وتابعه الجانب الأيمن الأكثر تضررا في بناه التحتية في شباط فبراير من عام 2017، بينما عادت أجراس الكنائس لتقرع مرة أخرى. عادت الموصل المدينة، ورجع سهل نينوى إلى أهله ووجوههم التي ألفها منذ آلاف السنين. ولكن كيف كانت العودة؟ وماذا يفعل الناس من أجل جعل المكان يتنفس هواء الحياة من جديد؟ كاميرا تحقيق ستأخذكم في زوايا هذه العودة وصعوباتها ونجاحاتها أيضا. عادت الحياة إلى سهل نينوى، وبدأت عجلة الاقتصاد الخجولة تدور، بينما بدأت الأسواق تفتح أبوابها والمتبضعون يأمونها، وبدأت حملات التنظيف والإعمار رغم فداحة الخراب وحجمه المؤلم. لكن سؤالا حائرا يحمله كل من سمع بما أصاب الموصل: هل ستعود نينوى إلى شكلها التاريخي؟ هل سيعود السهل ملتقا لكل الأطياف والأعراق التي أجبرتها وحشية العنف وقسوة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على الهرب؟ هل يمكن أن يعود النازح إلى بلدته ومدينته التي فقد فيها الأمان في ذكريات مرعبة له ولأطفاله؟ يعني نحن هذا اللي عنا سعاله، يعني لو ما واحد مع واحد نحن ننشر هاي الأفكار، ونحن كلتنا أبناء مدينة واحدة، وهذا يعني هذا للموصل ما لنا. إذا واحد ابتعد عن الثاني وواحد خلافاته مع الثاني مستحيل ترجع، بس نحن نحاول نرجع. يعني واللي ساكنين بالخارج أو بالشمال أو بالإقليم
يعني أتمنى لو يرجعون يعني يعيدون هاي المدينة، هاي بيوتهم وهاي مدينتهم، ماكو ملجأ ثاني لها. المسيحيين أو التركمان أو الكراد اللي عنده أصدقاء بالموصل إلى حد الآن عم يتواصل، لأن الصديق مستحيل ينسى. يعني لحد الآن أنا صديقاتي التركمان والمسيحيين أتواصل معهم، ما فقدنا صداقتنا، ظروف ما تمنح الصداقة. إيه لحد الآن نتواصل وجو التقينا معهم، ماكو شيء يمنع الصداقة والمحبة بين الأهل، ما المسافة اللي تمنع، ولحد الآن يتمنون يرجعون للموصل. يفقدون للأمان، أمان الصداقة والأهل، هذا شيء فقدونه بالغربة. شوف البيت يرجع، احنا أغلب المسلمين اللي بقينا بيوتنا تأذت بالقصف أو بالدمار، أكو ناس احتاجت باعت أغراضها فبيوتها فرغت، يعني أغلب احنا ما ضرينا، بس هم بالنسبة الأكبر لين هم غصبا عنه. نحنا وقفنا معاهم وظلينا معاهم حتى من طلع، ظلينا التواصل معاهم، صداقة ما طوح. ولاد داعش ما كانت من هوني، ولاد الداعش إذا تشوف إجوا من روسيا، إجوا من كازاخستان، إجوا من غير مناطق بالعالم حتى يحركون بعض المياه اللي كانت أقول راكدة. كان أكو داعش، كان أكو دولة إسلامية متعصبة كانت تفكر بتكوين دولة إسلامية كدولة اللي كانت باقية، كانت ماضية العودة إلى البعير والعودة إلى النساء والتحريم والقتل والذبح وقطع اليد وقطع الرأس، كانت موجودة ربما بتفكير معين، بس إجوا منهم اللي حركوهم شوية، ساعدوهم بالسلاح، ساعدوهم بالقنص، كانوا متدربين، نعم حركوهم، كانت موجودة وراح تبقى باقية إذا ما تعلمنا شلون نعيش الإنسانية بعيدا عن التفكير بيقتلوا هؤلاء، هذول كفرة، انكحوا قدر ما شئتم، وهاي الجمل اللي راح تقتلنا شوية بعد شوية إذا ما عرفنا شلون نحلها بالإنسانية، بجملة مفيدة بالعلمانية. يوم بريخ ودق يومتك أي ما عيتك قاي وباح ناغثك سودا منك تابذ رحمي. العائدون يشعرون بالفعل أنهم عادوا ليس إلى وطنهم فقط، إنما إلى منزل العائلة بكل ما يمثله من دفء ورسوخ ومشاعر. ما زالت المدينة تلتحف بمظاهر الخراب، لكن مظاهر الحياة التي تتسلل وترسخ نفسها يبدو أنها هي الأقوى في هذه العائلة. أنت تقول كعائلة، الفرد بالذات إلا ما يغلط، لأن إحنا بشر ما ملائكة، بس الصح انه نعترف بغلطنا، احنا يجوز غلطنا كعائله، بس الحلو انه رجعنا مسكنا ايدينا، وليس احنا مادين ايدينا الهم انه رجعوا، نحن نريد ترجع الموصل مثل كانت واحسن وافضل. الموصل اذا ظلت هكذا ما حدوم، هم راح تقع مرتلخ، لازم كلتنا نرجع نمسك ايدين بعض. في البداية توجهنا إلى سهل نينوى، هذا الشريط الوادع الممتد مثل وشاح يحيط بخاصرة الموصل، وتسكنه منذ عهد طويل جدا مجموعة متنوعة من الإثنيات والأطياف العراقية، ويعد موطن الثقل المسيحي العراقي الأكبر في هذه البلاد. كرملس، البلدة الصغيرة التي هرب منها جميع أهلها بان اجتياح عناصر تنظيم داعش، بدأت تعود من جديد بحيوية كبيرة. بلدة كرمليس كانت تسكنها قبل مجيء داعش 820 عائلة مسيحية، بالإضافة إلى
60 عائلة شبكية نزحت كل العوائل 6/8/2014 من البلدة بعد تحرير القوات الأمنية لبلدة كرمليس. نتكلم على دمار خلفه داعش في كل مرافق البلدة، نقدر نتكلم على الدمار في كل مكان، لكن تتباين نسب الدمار من بيت إلى بيت ومن مدرسة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى ثانية. ترك داعش مئات البيوت المحروقة اللي تصل إلى 241 بيت محروق، أكثر من 112 بيت متهدم، وأيضا باقي البيوت كلها متضررة جزئيا ما بين 10% إلى 30% إلى 40% حسب كل دار عندها حالة خاصة، بالإضافة إلى حرق مدرسة، إلى تدمير مركز صحي، إلى العبث بشبكة المياه، وأيضا ترك شبكة الكهرباء متبهدلة خلينا نقول بالعراقي، وأيضا كثير من محاولات الكهرباء عاطلة. بدأت الحياة تعود إلى بلدة كرمليس، عاد النازحون إليها. بالتأكيد لم يعودوا كلهم، لكن العودة التدريجية تتقدم كلما تم إعمار منزل مهدم أو ترميم آخر سيستقبل عائلته من جديد. نحن من أهل كرمليس من جد الثالث والرابع، لكن للأسف خرجنا من كرمليس مجبرين، هجرونا تهجير قسري في ليلة 6/7 عام 2014. كنا متوقعين هالشيء، وما كنا متوقعين، كنا ماخذين اطمئنانات من القوات الموجودة بالمنطقة بأنه ماكو شيء ولا تخافون، كنا مطمئنين من الناحية. لكن ساعة بال 11 ما نسمع إلا صوت عياط وصراخ وسيارات بالشوارع وهورنات، خير شكوا قالوا راح يطبون دواعش، فأحسن شيء تنسحبون. فطلعنا 21 راكب، 21 نفس، 21 نفر في بيك اب واحد، ثلاث عوائل في بيك اب واحد. عندنا ثلاث اصناف من الدمار في بيوت بلده كرمليس. البيوت الملونه باللون الاصفر هي البيوت المتضرره جزئيا. الضرر الجزئي نقصد به هدم شيء او تكسير للنوافذ واهمال الدار لمده 3 سنوات، وايضا الدمار المتعمد من تكسير الابواب والى اخره من قبل داعش أثناء الاحتلال. اللون البرتقالي يشير إلى البيوت المحروقة اللي حرقت في الأسبوع الأخير عمداً من قبل داعش الإرهابي، وأيضاً هي نسبة كبيرة من هاي البيوت، من بيوت القرية محروقة، أنطيناها اللون البرتقالي. في حين اللون الأحمر يشير إلى البيوت المتهدمة كلياً. الشيء اللي يفيد معناتها أنه شيل الدمار تبني من جديد. ليس بعيدا عن كرمليس ما زالت أكبر تجمعات المخيمات التي أقيمت للنازحين، مخيم حسن شام ومخيم الخازر، أماكن صعبة للمعيشة وتطبق على عنق سهل نينوى. ومثلما كانت الصورة متفائلة في قرى السهل بعودة سكانها إليها، فإن الصورة هنا تزداد قتامة مع آلاف مؤلفة من نازحي الضفة الثانية من نهر دجلة وباقي القرى والبلدات التي يصعب إلى الآن تسهيل عودة النازحين إليها. النازح يحتاج أولا إلى تهيئة الظروف المستقرة خلال العودة، وكذلك تأهيل البنى التحتية من السبل التي هي مرتبطة بحياة الناس من كهرباء والماء، وكذلك التهيئة للمستلزمات الأخرى منها، العودة القريبة لتأهيل المدارس. نحن مقبلين على يعني عام دراسي جديد جدا، لذلك رغم يعني تحفظنا على كثير من الوعود التي قطعت والميزانيات التي كانت يجب أن تصل إلى سهل نينوى، وخاصة بعد أن صوتت مجلس النواب صوت على كون مجلس على كون سهل نينوى وهي منطقة منكوبة، لكن لحد الآن لم ترصد المبالغ ضمن صندوق إعمار نينوى ومنها سهل نينوى، وكذلك
الوعود والزيارات الكبيرة التي تمت من أعلى المستويات من رئاسة الوزراء. لذلك نحن من قناتكم وقرة أيضا نطالب بإطلاق تلك الميزانيات لكي نقوم بتأهيل وإكمال الأمور الخدمية ليتلائم مع عودة النازحين إلى المنطقة. قمنا أولا بجهود وزارة البلديات وكذلك الوزارات الأخرى يعني تأهيل الطاقة الكهربائية بشكل نوعا ما، وكذلك إزالة آثار داعش وجرائمها من خلال رفع الأنقاض وإعادة بعض الأمور التي تعطي رسائل جيدة إلى الناس. ما هي المعوقات اللي واجهتكم عملية صيانة التيار الكهربائي؟ والله تعرف أنت يعني من أيام دخول داعش المنطقة تقريبا كان دمار كلش قوي، حيث من ناحية داعش أو طيران الأمريكي. إذا تلاحظ أنت هنا يمك دمار اللي يعني أثناء عملية تحرير المدينة. المشكلة أنه الحمد لله والشكر يعني ينطونا مواد، لكن مواد بصورة قليلة. يعني ما قصر مهندس معن مدير كهرباء توزيع الحمدانيه ولا مسؤول الصيانه امير سعد الله، مهندس امير سعد الله، لكن المشكله انه الماده اللي دا تجينا قليله من حيث اسلاك محولات، هاي المعوقات اللي عندنا. اريد اسال، انتم كرملس فرقه واحده؟ احنا فرقه واحده، تجينا فرقه سانده من السلاميه. حجم العمل اللي انجزتوه بكرملس تقريبا 80 الى 85%. ممتاز. لساعات تجهيز الكهرباء، ساعات تجهيز الكهرباء اذا ما اكو شت داون او مشكله، يعني تقريبا نقدر نقول فد 18 ساعه الى 20 ساعه. وفي حال وجود صيانه تضطر اذا اكو طبعا ايه اذا يعني يقتضي الامر انه نقطع الكهرباء نقطع الكهرباء. اكو مشاكل معوقات محدده متعلقه بقضيه محولات كهربائيه لازم تتبدل؟ نعم نعم، اكو يعني اسناد من عمل وزاره الكهرباء لكم بحكم انه هاي المدينه تحررت؟ اسناد موجود لكن بصوره بطيئه، يعني احنا محتاجين الى محولات، محتاجين الى اسلاك، اسلاك دنعاني من اسلاك هواية، اسلاك عندنا فقدان الاسلاك بالدائرة، هاي المعوقات المهمة يعني. والمحولات الكهربائية؟ محولات هاي اهم شيء، اهم فقرة. كم عدد المحولات محتاجيها بكرمز؟ احنا الحمد لله وشكر يعني بوجود الخيرين فرقة صيانة السلامية قدرنا نرجع تقريبا 17 محولة الى العمل، محتاجين تقريبا 4 الى 5 محولات فقط وتكمل القرية كلها. احتياجات العائدين لا تنحصر في إعمار المنازل ولا تقتصر على المعونة المادية التي قد تمكنهم من استعادة حياتهم، فالجوانب النفسية والدفع باتجاه تطبيع الحياة لها أهميتها أيضا. أول شيء المعالجة النفسية، وللأسف بلدنا ماكو هالشيء هذا ولا يفكرون به. يعني جت منظمات وإحنا نازحين، نعم قاعدة ويانا ويا أطفالنا بالمدارس، نطيناهم المجال، سمحنا لهم المجال، يعني قدرنا ولو نستشفي جزء من المعاناة اللي عانينا. فهسه دور الحكومة ضروري جدا، ودور المنظمات المجتمع المدني ودور المنظمات الإنسانية بهالخصوص ضروري جدا. الشيء اللي عانينا والشيء اللي شفناه بعيننا ما كان شافه أحد. فإذا احنا بقينا فحتى نعلم الناس ما معنى السلام، ما معنى الأمان. تضربني أقول لك أحبك، تعاديني أقول لك أنت ما عدوي، أني صديقك. هذا الشيء اللي مبقينا هنا إحنا، ما مبقينا إحنا على موت عراق بينه نفط، إحنا إيش حصلنا من النفط ليش؟ وما مبقيني شيء اسمه جبال أو هضاب أو كبريت أو فسفور، ليش أنا مش حاصل؟ شوف شوارعنا، ليش الحكومة فكرت بينا لحظة؟ شاهدنا حركة دؤوبة في بلدات سهل نينوى، عاد الناس وهم ينتظرون أي مساعدة. صحيح أن أعدادا من المنظمات الأجنبية قد مدت يد العون في جانب الإعمار، لكن هذا ليس كل شيء. المطلوب عودة الناس إلى سكناهم من أجل الاستفادة من هذه المساعدات. الكشوفات والتوثيق بقرقوش تقريبا محدود 2% من الدور السكنية مهدمة كليا، وتقريبا 32% مهدمة جزئيا أو محروقة، و 60% مسروقة وبها أضرار كذلك.
اكو كثير منظمات، راح اذكر لك قسم ادا واسف اذا ما اذا انسى قسم ادا يعني منه. منظمه عون الكنيسه او تشيرش النيد، منظمه سولت الهولنديه، منظمه كابني، منظمه اس او اس، منظمه اوبريشن يو اس اي، منظمه السامري الصالح، وايت ماونتن تقدم عون فاعل وجهد ممتاز. أيوة على واقع الأرض. نعم نعم، كملنا هسه بحدود اكثر من 400 وحده سكنيه كملناها بحيث انه يعني الناس رجعت عليها. انه تطلع المشاهد على انه هل هاي الكنيسه هي اثريه، ما تبدا العمل بها في اعاده عمارها؟ طبعا هاي الكنيسه هي كنيسه قديمه اثريه، يعني بصراحه بالضبط ما اعرف من اي وقت يعني بنت، لكن اعرف انه هاي اثريه وقديمه. فمرور الزمن يعني تعرف الهيكل مالها صار قديم معرض مثلا للانهيار او هيك يعني شيء، فقامت الكنيسه ببناء ملحق، يعني جددت ملحق هنا داخل ال قبل لا نروح للملحق. يعني تاثرت بالعمليات التحرير اللي صارت هاي الكنيسه؟ اي نعم، صار بها اضرار، انضربت بالبرج مال الكنيسه. يعني تاذى يعني هذا من البرج؟ اي نعم، اذا تريد تشوفه موجود. اي فيعني اضرارها كانت كبيره وهي قلنا اثريه، فيعني حاليا يمكن ما اعرف ما راح يصير قداريز بها حتى قبل يعني كانوا موقفيها، لانه بناها صار جدا قديم. فيعني ومثل ما قلت لك جددوا كنيسه لو جديده بصفها، وهي اكيد راح يصير لها معالجه يعني ان شاء الله ان شاء الله. استاذ صباح، يعني خارطه جويه للمدينه، لماذا خارطه جويه؟ خارطه جويه قبل التحرير احنا فكرنا انه شلون راح نقدر نشتغل في مجال الاعمار، يعني عن طريق الشباب والكنيسه. فخرائط ما كان عندنا متوفرة، لأنه تدري بعد دخول داعش لمناطقنا ما بقوا شيء، ففكرنا أنه نحصل على خرائط. فأخذنا هاي الخريطة الجوية من أحد مكاتب أربيل، وعندنا مهندسين مختصين اشتغلوها على الأوتوكاد، فنزلوها على خرائط أوتوكاد. يعني على ضوءها بعد التحرير قسمنا القرقوش على 10 زونات، كل زون حسب المنطقة، فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10، حتى يسهل علينا عملية التوثيق. كل زون بعدين انطينا لكل واحدة سكنية كود، يعني رقم، لأن تسلسلات البلدية ما عندنا، فكل واحدة سكنية انطيناها كود، يعني على كل زون خلينا نقول إيه يبدي مثلا من رقم 1 الى رقم 400 حسب التسلسلات للوحدات السكنيه. ممتاز. نعم. واستمرت هاي العمليه، اكو الوان، اشوف الوان اكون بالخارطه، يعني هاي الالوان نقدر نشوفها هنا على الخارطه المفصله يكون افضل. عندنا هاي هنا عندنا هذه المباني الصحيه، المستشفى هذه، هنا عندنا مستوصف اخر، وعندنا مستوصف اخر ب هنا قريب إيه هذا نعم هوسبيتال. عندنا المباني التعليمية، المدرسة بين الصال الأصفر، يعني تمييز تميزتوا بها وانطيتوها. نعم. أيضا كود معين، رقم معين. عندنا بقرقوش 21 مدرسة، 21 مدرسة عندنا مدرسة واحدة مهدمة كليا، بقية المدارس مهدمة جزئيا. هذه هم اشتغلنا عليها بوقت بعد التحرير، وسوينا لها كشوفات بالأضرار اللي موجودة عليها وبها. شنو اللي انجزتوه خلال هاي الفترة يعني؟ بعد ما كملوا فرق، كان عندنا فرق من مصورين وفنيين، وثقونا كل الوحدات السكنية والمباني الحكومية تصوير كامل، فتجي على كل وحدة سكنية تدخل على الحاسبة تشوف الصور اللي عليها موجودة، الآثار الدمار يعني واضحة. الآن في أحد المنازل التي تعرضت إلى الخراب والتهديم بسبب
بسبب أعمال العنف من قبل داعش وأيضا أعمال التحرير من قبل القوات الأمنية. الآن هناك لجنة تطوعية في بلدة كرملس، نلتقي بالسحرة الكريم فاضل إبراهيم أبو عبد الله. أتمنى أن تطلع المشاهد الكريم على اللجنة اللي شكلتوها في بلدة كرملس واللي تبنت قضية إعادة إعمار بعض البيوت من خلال بناء الجدران الصبو إلى آخره ما التفصيلات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا أولا يعني عمال واللجنة هي المسؤولة علينا من الأب ثابت واللجنة أستاذ زوير. إحنا عملكم تطوعي. إحنا تطوعي جايين أغلبية من المنطقة وناس هم عندنا من العنكاوة جايين هم يعني مؤصلهم من هنا جايين ومتطوعين بالعمل بإعادة إعمار البلدة. أحسنت. ما تعلق قضية بناء صبغ لبغ تحفير يعني حفريات صب أرضيات يعني إلى آخره حيث إعادة يعني إعمار للي ممكن يعني إن شاء الله. إيوه هيك يعني يعني شفتوا ما أنجزتوه رجعت العوائل راجع بعد مرات ترجعون ويانا يساعدونا يعني إذا بناء شيء قليل يجون ويانا، أما إذا بناء متفلش ورا ما نكمله يعودون بسرعة يرجعون إيه. إيش قد نسبة الـ يعني الـ ما حققتوه نسبة العوائل اللي راجعة يعني ولو نسبة تقريبية يعني كثير قليل؟ والله تقريبا وسط نقول من العوائل اللي عادت العوائل عادة تقريبا 150 عائلة أنا ما أظن تقديراتك إيه يعني تقديراتي ما أدري بالضبط ويم أبو هاي البيوت اللي كانت يعني بها نوع من الخراب إيه اللي عمرتوها أنتم اللي عمرناها رجعوا إيه ممتاز هذا إيه. زين يعني هو هيك شيء بالتعمير يجون إذا ما يعني ما بتعمير ما يرجعون الأهالي. باختصار لو عادت الحياة التجارية وصار ممكنا لأهالي سهل نينوى والتنقل بحرية أكبر ما بين مدينتي الموصل وأربيل فإن عودتهم ستكون حتمية، فالحياة الاقتصادية هي مفتاح الاستقرار والأمان أيضا. هو أكيد الحياة التجارية أيضا ترجع يعني المحلات كلها الكافيات المطاعم أكو إقبال إن شاء الله بشكل يعني بدي أقول لك قبل شهر جيت وهسه رجعت لا أكو اختلاف وعالم بدي ترجع هوايه حسب ما اعرف هسه تقريبا بال 2000 عائله يمكن اكثر خلال هالفتره وعلى العام الدراسي المقبل ان شاء الله اكثر. انا ما اعرف الدوائر الحكوميه عاده الهيئات المؤسسات يعني تقريبا الكل موجوده يعني باشر بس مو يعني كدوام خلينا نقول ما اعرف مو ثابت بعد بس الاغلبيه رجعت. دوائر رسميه البلديه الكهرباء كبنى تحتيه يعني حياه الانسان اذا رجعت هاي راح ممكن انه نازح والمهدر يرجع على منطقته ويقدر طالب المدرسة احتياجاته مستوصف صحة مستشفى إلى آخره إضافة إلى البنى التحتية اللي هي كهرباء الماء إلى آخره يعني إذا توفرت راح تصير المنطقة ترجع حاليا يعني. أكيد هالأمور أوكي بالنسبة للكهرباء الماء الكذا الخدمات الرئيسية بس عندنا مشكلة بالشوارع يعني العالم متأذية من هذا الموضوع بشكل مثل ما تشوف يعني كل حفريات وما أعرف بالشتاء شلون راح يكون الموضوع يعني هاي مشكلة الأهل أو أهل المنطقة حاليا بالنسبة جهد الحكومي بإعادة العمارة كيف ما يعني؟ ماكو أي شيء ماكو أي دعم يعني ماكو مؤسسات الحكومية المعنية على الأقل نهائيا أنا جسور إلى لا لا أنا هنا ما أشوف أي شيء فقط منظمات المجتمع المدني اللي تشتغل دعم بسيط لأهالي مثلا يعني إعادة تأهيل المنازل فقط غير مواضيع ماكو. ما
مركز كنسي في وسط قرقوش، كانت معظم عمليات الإعمار قد جرت على أيدي متطوعين من أبناء المدينة أنفسهم، مع مساعدة من منظمات أجنبية جعلت العمل ممكناً ووفرت الإمكانات له. صلي أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الآبدين، آمين. هذه كنا نصليها هنا دائما قبل دخولنا إلى الصفوف وبدايتنا إلى النشاطات الموجودة في دار مارفولس. إعادة الإعمار اشتركت بها يعني شباب من قبل؟ نعم نعم، إعادة الإعمار صار تطوع، كثيرين من الناس تطوعوا لتنظيف دار ماربولوس، كله صار بتطوع، وايضا بعضهم باجور بسيطه، واكو بعض الاجور ايضا كانت يعني باهظه الثمن لانه العمل يتطلب نعم نعم اختصاصي نعم. اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا. ما اعرف وقت مبكر رجعت لقرقوش. والله الحمد لله، احنا يمكن احكي لك قصتي، انا اصلا من تهجرنا رحت لبنان مهجر، صرت ظليت سنتين بلبنان، من سمعنا بدات حمله العسكريه على الموصل، يعني يمكن ثاني اليوم شديت الشنط والحقائب ورجعت في امل ان نرجع لبلدتنا والمدينه. بالفعل على اربيل، رجعت لاربيل بعد شهرين ثلاثه لمن رتبنا اموراتنا وهذه، رجعت على الشغل وعلى البيت. رجعت شلون شفت المدينه ذاك الوقت والان شلون شفت؟ اي طبعا كل مدينه خارجه من الحرب تختلف عن مدينه يعني يبدي الاعمار والترتيب بها، يعني احنا صعبين خبره بالحروب، يعني ضابط عسكري يعني البلده تطلع من الحرب، كل حرب الحرب ما نتائجها تزرع ورد وترتب، أكيد كلها خراب ودمار وحرق ونهب وسلب. ايه فمن جينا اعتياد المدينه يرسلها يعني بحاله يرسلها يعني من مخلفات حرب وتدمير وحرق، بس الحمد لله بجهود الناس والخيرين اترجع شوي. رجعت فتحت محلك وعدت وضعيتها يعني، جينا فتحنا محلاتنا ونظفنا وبجهود الخيرين ومساعده اخواننا يعني التجار الرئيسيين. ممتاز. ايه الحمد لله، يعني الصلات بين الشعب العراقي ما تنقطع طبعا. التفاته حلوه. ايه لا التفاته حلوه من جماعتنا يعني اذا بكردستان واذا اصحابنا القديمين بالموصل. بدوا يجهزوكم؟ بدنا نجهز يعني لمن شويه نقف على رجليناتنا حتى. والعائله ايضا رجعت للبيت؟ ايه الحمد لله العائله رجعت و رتبنا بيوم. ابو مجد شلون تقيم قضيه العوده النازحين الان الى قرقوش وباقي القضيه والنواحي التابعه؟ والله يا اخي عوده النازحين قلت لك مرهونه يعني 100%، قسم يمكن يتوجسون من الوضع السياسي القادم والوضع ما مستقر بالعراق وخاصه في اقليم سهل نينوى، يعني يمكن يقولون منازعه بين اكو منازعات او بين الاقليم او الحكومه المركزيه، وثانيا الوضع يعني المعيشه والاقتصادي، تعرف القسم الكبير من العائلات فقدت مواردها وفقدت مقتنياتها وفقدت دورها، يعني يمكن اقول لك هذه مدينتنا مدينه قرقوش تقريبا 2400 دار محروقه، يعني ثلث الدور محروقه، فأغلبية الناس يعني المحروقه بيوتهم ما عاد امكانيه هسه ترجع، يمكن ما عاد امكانيه حتى تبني ترمم البيت او ما ترمم وين ما تبني من جد يعني من جديد، البيت المحروق لازم ينبني من جديد يعني. يا ريت نعرف طريقه العوده وكيف فكرت انه ترجع تمارس مهامك بهاي يعني مهام عملك بهذه المدينه وفتحت هاي الاسواق، رغم انه البعض يعتقد انه كنا غير مهيئ الان لاستقبال نعم العائدين. نعم احنا انا بالنسبه لي كان عندي محل قبل
أسع المحل مالي راح يعني، بس فتحت محل جديد. هذا المحل فتحته لأن المحل يرجع الحياة للقرية، يعني العالم من تشوف أكو أسواق، أكو يعني يعني شو من المحلات إيه؟ محل مخضر إيه محضر إيه أكو محل حلاقة يشجع العالم محل يشجع العالم للرجعة إيه بتأكيد طبعا مو تمام، لأن إحنا ما نقدر نعوف قريتنا لأن إحنا متربين شو ما يقولون أبا عن جد، يعني الظروف كانت قاسية علينا بالتهجير، يعني إحنا رحنا على أربيل بهدلنا يعني ما ظلنا كل شيء كل شيء، بس شنو أنا عندي أمل بالحياة بالحياة بكرم ناس، أنا أشجع كل واحد حتى لو بالخارج وين ما كانوا خلي يرجعون لقريتهم الحياة إن شاء الله راح ترجع، ولو أكو شوية صعوبات. صعوبات وين؟ صعوبات يعني أريد يعني شو ما كان يعني الأمن الأمن يعني أريد الأمن أكثر. يعني مستوى الأمن الآن مشوفة بالمستوى المطلوب؟ ما مستوى المطلوب يعني هناك قوات مال سهل نينوى اللي هو حشد سهل نينوى يعني ما يعني متكفل بعملية متكفل بس يعني سيطرة دخول وخروج للمدينة ومعرفين أنتم قرية أو بلدة صغيرة نعم. فبالتالي كلكم معرفين البعض يعرف الآخر بشكل يعني واسع، بالتالي عملية أمنها هم أبناء هذه البلدة نعم هم اللي يوفرون هم يوفرون يعني. ان شاء الله بالقريب العاجل احكوا اتفاقات يعني من نرجع الى القريه من يرجعون نحن يعني نقدر نحمي نفسنا بانفسنا نقدر نحمي انفسنا عن طريق وهذا اللي صاير الان يعني ايه ان شاء الله ومستقبلا من يرجعون العائلات من يرجعون الشباب كلهم يرجعون ان شاء الله نسوينا في التنسيق قد العوائل اللي رجعت تقريبا بالمئة بالمئة وعشرين عائله كرمليس والى قرقوس هاي اعتياد رجوع المسيحيين بها يعني اشني منقول يعني مثل بجهود بجهود ابونا ثابت والقسان ومطارينا شويه يعني ايش نقول شجعونا بس على الموصل لا ما 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 حد يقدر يرجع على الموصل على الموصل لا بس يجوز هون على القرى ايه بس هم غادينا حمايه فلاتين ما ياخذ يطلب من الحكومه فلاتين يعني. هي من الحكومه هي من الحكومه نطلب احنا منين نطلب ينضم الحكومة توفر أمن توفر أمن لنا لنا جيد خاطر يعني هسه أنا هسه أنا هسه أنا قاعد بربيل ما حرجع أنا قاعد بربيل ما حرجع يا أخي أنا من سكنة الموصل سكنة الموصل أنا من أب عن جد الموصل أنا سكنت هاي مئات السنين من الموصل وخطفوني بالموصل بال 2006 شهر السابع أرجع هاي ثالث مرة يهجروني أش أرجع تفكر الان بالسكن بالكرملين اي 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 افكر هون يم جماعتنا نقول عليهم اخواننا ومنطقه امنه منطقه امنه بس امنه ما 100% هي امنه روح 30% بس اريد ان حمايه اقوى لنا الساحل الايسر من مدينه الموصل بدا لنا منتعشا ويضج بالحركة الأسواق تنتعش والشوارع تزدحم والحياة تعود تدريجيا لكن الجانب الأيمن يبدو بلا حراك من هنا على ضفة دجلة قرب الغابات نعيد نظام الغازينوات كلها وترجع الغازينوات مثل ما كانت قبل وتجي العوائل هنا سياحة أي فلين هاي كلها من نجلس العتيق ليوبروي كلها غازينوات كافتريات دي في فندق أبروي بنطب داعش علينا خربها كلها ما اشتغلت هاي الكازينو مالنا كنت تطلب عليها جنينة باوع قدام عينك اجينا عليها محروقة كلها غراضنا رايحة حتى الحيوان تكرم ما خلص من عندهم هاي بدا هذا كبداء جديد قدام عينك هاي كانت كلها محروقة حدائق فجبنا وتركت قلب لنا اياها ودرمهم شوي شوي يا بهجام الدار يا بهجام الدار لكن مزاج المصليين في الشارع فاجأنا بأنه مزاج حالم ورقيق ومتفاعل مع الغناء العفوي الذي قد نسمعه من رجل من أطراف نينوى كبودي كبودي من سنة النيران مع عوان يا ولي يا بان البي جرح بالدلال مع عوان وغير شوف
عودكم ترمى للندوة. نحن الآن في أحد المقاهي الشعبية اللي حاول صاحب هذا المقهى العودة إلى حياته بشكل طبيعي وممارسة عمله من خلال افتتاح مشروع يمثل تقديم الخدمات لبعض الزبائن من مرتدي هذه المقهى، متمثل بتقديم الأراجيل وبعض العصائر إلى آخره. يعني بعد أن تعافت المدينة الحمد لله من خطر وسرطان داعش الحمد لله، بدأت ترجع الحياة شيئا فشيئا للمدينة. تجي الشباب ترتاح شوية، تنرقل، تشرب عصائر، تفتح انترنت. يعني هذا المشروع اللي نحن نحاول نعيد الحياة للمدينة شيئا فشيء. تعرف احنا مكان يعني بالمجموعة الثقافية، فأغلب زبائننا من الأساتذة، من الطلاب، من المثقفين. ويعني احنا انا شخصيا يعني اشوف بهم الخير والبركه، لان كلهم يريدون يشتغلون لاعاده الحياه للمدينه. يعني اكو منظمات بدت تشتغل، وتعرف انت يعني ما يخفى عليك دعمهم كلش بسيط بدايه. قاموا احنا ما نريد نسوي اي دعايه لاي منظمه، يعني حتى لا تكون فد نقطه علينا. كثير كلهم شباب الموصل يحبون يشتغلون ويحبون ينتجون ويحبون، بس يريدون دعم. يعني هم لازم اكو دعم من 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 الحكومه، من اي جهه. فالناس اللي عاد تجينا اغلبهم شباب وعدهم طموح ان يبنون المدينه. قسم منهم يعني انا شخصيا التقيت بهم، قسم منهم قالوا احنا بس ينتهي 11 راح نطلع نترك المدينه نسافر، ما بعد نعيش بها المدينه. لكن يعني نخوتهم وغيرتهم على المدينه وعلى البلد، والله انا كثير ناس اكو يعني شخص حتى لا نكون يعني نعمل له دعايه، ترك حتى الكليه ماله، طالب بصيدله بكذا، ترك الكليه وبدا يشتغل منظمات، وبداوا يشتغلون باللي ينظفون المستشفيات وهي. فعدهم اندفاع، عندهم قصدك فرق تطوعيه، فرق تطوعيه بدون اي دعم، دعمهم يعني بسيط من عندهم. بس هذا الدعم تعرف راح ينتهي. يعني هو يظل يشتغل، هم يراد عنده عائله، هم يراد. فنريد احنا بس من المسؤولين يتابعوهم. شباب الموصل بيهم خير وبيهم بركه وكلهم طاقه وكلهم عطاء. الحذر من تكرار اخطاء الماضي. الذاكرة التي تمتلئ بما حصل في الأمس الأليم، والتخوف من عدم قبول الآخر، ومحاولة الاستعداء وتضاف إليها البنى التحتية المهدمة والمنازل المدمرة، كلها موانع حقيقية في طريق العودة. لكن الموصل تعود أيضا بشكل حقيقي إلى الحياة، متشبثة بتمييز، وسهل نينوى صار يتنفس صدى سكانه من جديد. نحتاج من جهة أن نبني أو نمد الأواصر، من جهة ثانية نحتاج أن نخلي بعض الحدود، بعض الخطوط، لأن التعايش ما يعني أن نخلط كل شيء. التعايش أحيانا يتطلب أن ننطي خصوصيات، نعم ننطي خصوصيات، نخلي بعض الحدود اللي ما هي فصل ولا هي عزل ولا هي إقصاء، لكن هي خطوط حماية، خطوط تأمن أنه كل واحد يعيش ضمن خصوصية مالته، لكن ضمن بيئة أكبر. أنا هي رؤيتي. هي واقع جديد في الموصل أنه هناك جانب أيسر عادت إليه الحياة بسرعة، وهذا بسبب أنه لم يحصل فيه دمار وهدم كما حصل في الجانب الأيمن، ويقابله جانب أيمن شبه ميت والحقيقة مدمر أكثر من 90% من أحياء ومن مناطق. فعمليا اللي حصل بعد التحرير أنه الكثير من الجانب الأيمن نزح باتجاه الجانب الأيسر نظرا لعودة الحياة له. وبالتالي نشوف أنه الخدمات على صور الإمكانيات الموجودة ومحدوديتها تركزت في الجانب الأيسر للمدينة، واستطاعت الجهود المبذولة من أن تعيد نوعا ما المياه والكهرباء، ولكن طبعا ما نحتاجه الكثير من الأمور الخدمية التي الحقيقة نلاحظ أن الحكومة المحلية عاجزة عن توفيرها بطريقة أو بأخرى، نظرا
لقلة الإمكانيات والتخصيصات. الأمان ما شرط من تمشي بالشارع، الأمان لما تحصل عائلة، تحصل أصدقاء، تحصل ناس تحبك تخاف عليك. بالغرب ما حتحصل هذا الشيء أي منطقة، حتى لو بالعراق راح تفقد هذا الشيء. مهيئ الموصل ك نحن إذا واحد مسك إيد الله الموصل راح ترجع للأمان والطبيعة. أكيد إذا مسك جاري خاف علي وأنا خفت على جاري إنه لا يصير شيء، أو إحنا خفنا على غير منطقة وهالمنطقة خافت علينا، أكيد راح يصير أمان. شباب مدينة الموصل لم يتأثروا كثيرا بفكر تنظيم داعش، والدليل الأكبر على كلامي بأنه أثناء أو قبل أو بعد تحرير مدينة الموصل نلاحظ أن الشباب لديها دور مهم في إسناد الأجهزة الأمنية التي بدأت في تحرير عملية مدينة الموصل ومرحلة ما بعدها، ونلاحظ بأن الحياة بدأت تستعيد عافيتها ويعطون رسائل إيجابية للعالم وللمحافظات الأخرى بأنهم هم بعيدين كل البعد عن الأفكار الداعشية، وكل ما يقومون به يشجعون على عوامل الثقافة والعلم والسلم المجتمعي والتعايش السلمي والتنمية الضرورية وخاصة الشبابية منها، ويبحثون هم عن شركاء حقيقيين لهم لإزالة أفكار داعش التي زرعوها في أضعاف النفوس داخل مدينة الموصل. يوجد ساتر الترابي التي تقسمت هذه المناطق بين جانبين الأيمن والأيسر. اليوم أكثر من 17 قرية تحت ساتر جانب الحدود إقليم كردستان، وأكثر من 45 قرية خلف الساتر باتجاه مدينة الموصل. هناك التخوف من أبناء المنطقة في هذه الساتر، لأن ساتر اليوم تقسمت بيت الشبك إلى قسمين، منذ قسمت صدام حسين شبك إلى قسمين آنذاك، ومنذ سيطرة القاعدة على كثير من مناطق مدينة الموصل في 2005 و2006 تم تهجير الشبك قصرا أكثر من 27 ألف نازح في مدينة الموصل. شبك اليوم ضحية لصراعات سياسية بين الأحزاب في العراق والباقي المناطق. تضحيات الشبك أكثر من 1470 شهيد، دفعنا قتل الرصاص، وتم تهجير داخل مدينة الموصل أكثر من 27 ألف عائلة نازحة وسط صمت حكومة الاتحادية وخاصة حكومة المحلية في نينوى. الخوف حق مشروع للناس، والعودة هي الأخرى حق مشروع، وربما من بين القضايا القليلة التي يتفق بشأنها الجميع أن على السلطات المحلية والمركزية والدولية التي تدعم الاستقرار أن تبدد هذه المخاوف وتحاول تطمين القلوب المرتجفة بضمانات لأجل العودة الكاملة، ضمانات تمنع اندلاء حرائق العنف والإرهاب، مثلما لم يتمكن أحد من منع حريق الغابات في الموصل الذي اندلع أثناء تصويرنا لهذا البرنامج. الناس تخاف دائما، تقول إحنا كل 10 سنوات نذب كل قوتنا على مود نعمر بيوتنا ونربي أطفالنا، وبالتالي نتعرض إلى معركة أيا كانت تسمياتها. فهنالك خوف كبير بين أهالي المنطقة، يقولون نعم باكر عقبة راح تتعرض هاي المنطقة إلى صراعات كردية وصراعات كردية عربية وصراعات عراقية تركية وصراعات عراقية إيرانية أيضا. فبالتالي الناس تخاف على مصالحها، تخاف على حياتها، تخاف على تربية أطفالها. نعم أكو مخاوف كبيرة، والناس تتردد أن تعود إلى المنطقة، وهنالك حذر كبير في نفوس
أهل المنطقة. الارتباط بالأرض هو دافع قوي، وكثير من الناس نعم هاجرت، تقريبا نسبة جيدة هاجرت إلى الخارج، لكن مع هذا الهوية مالتهم تشكلت بهاي الأرض. يعني واحد ما يقدر يناقض نفسه يعيش مكان ثاني، كثير تحب أن ترجع إلى البلدة. شلون أقنعها أنه أنا أحاول أن أصلح الخراب الموجود، لكن أيضا أنا ما أقدر أن أقدم القناعة الأخيرة للعودة، أحتاج إلى ضمانات حكومية بتأمين المنطقة، إزالة الألغام، وأيضا إنصاف المكون المسيحي من خلال الحفاظ على الهوية الخاصة بهذه البلدات. رأيناه في الموصل أنها مدينة متشبثة بالحياة وتستعيد روحها تدريجياً، وما زالت تنتظر عودة السكان إليها من كل الأطياف، ولأنها الموصل يعني التعدد والثقافة والفن، ويبدو أنها لن تكون الموصل بغير ذلك.